يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع تشاوري في العاصمة المصرية القاهرة اليوم. يضم الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي. للحديث أكثر ينضم إلينا مراسل المملكة من القاهرة عبد الباسط هادي. عبد الباسط، بعد التحية، ماذا على أجندة الاجتماع الثلاثي بين الوزراء بحسب ما وصل إليك؟ حتى اللحظة الاجتماع لم يبدأ بعد، وهناك اجتماع يعني وردت إلينا معلومة ننتظر تأكيدها بكل يعني بين لحظة وأخرى، وهو اجتماع الوزراء الثلاثة، وزير الخارجية الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي، وأيضا وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية دولة فلسطين السيد رياض المالكي مع الرئيس المصري. الموضوع الأساسي الذي سوف يتم بحثه سواء مع اجتماع الرئيس المصري وأيضا اجتماع الوزراء الثلاثة مع بعضهم البعض، والذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل بعد انتهاء الاجتماع الأول، سيكون القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية وتطوراتها، وأيضا ما ألم بالموضوع خلال الفترة الأخيرة وتطورات الوضع الإقليمي، كذلك ماذا سوف تقدم القضية الفلسطينية، كيف سوف يتم تقديمها، خاصة أنها يعني مما وضح خلال الفترة الأخيرة أنها أجند على لها الأولوية على الأجندة المصرية والأردنية في آن واحد، لذلك تتحرك الدبلوماسية الأردنية والدبلوماسية المصرية في هذا الملف بقوة من أجل تقديم القضية الفلسطينية والخيارات المتاحة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وأيضا في ظل وجود الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. هناك تغيرات كثيرة حدثت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، وأيضا وحتى التطورات الأساسية في الراعي الرئيسي لعملية السلام وهو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وانتخاب إدارة جديدة بالنسبة للولايات المتحدة، كل هذه المؤشرات أو كل هذه التداعيات التي حدثت والأحداث سوف يعني الوزراء يجتمعون اليوم للخروج بصيغة موحدة يتم الاتفاق عليها أردنيا ومصريا وفلسطينيا، ثم يتبناها العرب، ثم تقدم إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الجديدة تحدث. نعم عبد الباسط الهادي مراسل المملكة من القاهرة. عبد الباسط، سنبقى معك أولا بأول.